الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا خلال الأيام القليلة الماضية أثار قلق الكثيرين وطرح العديد من التساؤلات الهامة والمهمة. يشرفنا اليوم أن يكون معنا الأستاذ الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. اسمح لي بداية يعني أن أسأل سؤال مهم، كثر الحديث والتحليلات والأطروحات عن أسباب الزلازل اللي تمت ما بين تركيا وبين سوريا. هناك من قال دي تجربة نووية اتعملت في أحد القواعد التركية، وهناك من قال أن هذا أمر طبيعي وهناك مركز للزلزال، وهناك من قال لأنها مناطق حدودية وغير ذلك من التحليلات. أنت كيف ترى المسألة برؤية علمية؟ وفي البداية بتقدم بخالص التعازي لشهداء، احنا بنسميهم شهداء زلزال تركيا وسوريا، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. هو في نقطة حضرتك بتقول إن ممكن يكون تفجير نووي. احنا نقدر في المركز عندنا في المعهد نقدر نفرق بين الزلازل والتفجيرات النووية. عندنا مركز التفجيرات النووية تبع المنظمة الدولية لنزع السلاح، دراستهم متخصصة في التفجيرات النووية وازاي تفرق بين الزلزال الطبيعي وبين التفجير الصناعي أو التفجير النووي. فأستبعد فكرة ان ده تفجير نووي. الزلزال لما حصل في المنطقة دي مش جديد ومش غريب. يعني المنطقة دي بتعاني من زمان بسبب الزلازل. في 1822 حصل زلزال كبير جدا برضه هناك، ويمكن 20 ألف قتيل أو وفاة في نفس المنطقة، في نفس المنطقة نفسها. وآخر حاجة كانت 1939 حصل برضه زلزال 17 ألف، و 1999 برضه حصل في المنطقة دي زلازل. هي منطقة زلازل لأن هو الوضع التكتوني بتاعها يسمح بحدوث هذه الزلازل. بمعنى ان احنا زي ما احنا عارفين ان الزلازل بتحصل او بتحدث نتيجة ان القشرة الارضية مقسمة الى الصفائح التكتونية او الوشاح الارضي. القشرة الارضية فوق الوشاح الارضي. الوشاح ده عبارة عن ايه؟ او كلنا عارفين ان تحت القشرة الارضية موجود مواد منصهرة لزوجة بتاعتها عالية جدا جدا جدا. تمام حضرتك، بالظبط بنشبهها للطلبة واحنا بندرس لهم، بنقول لو في طبق في عسل نحل وحطيته في التلاجة اليوم وطلعته وحطيت عليه شريحة بسكويت وتهز، هيبقى حركة بطيئة جدا جدا جدا. نفس الفكرة، هي الصفائح دي بتتحرك، وكل واحدة كل صفيحة بتتحرك في اتجاه معين زي ما هنبقى نشوف بعد كده. تمام. فالحركة دي بتحصل ان ممكن صفائح ترتطم ببعضها، في صفائح بتغوص تحت بعضها، يعني زي احنا مثلا الصفيحة الأفريقية بتندثر وتغوص تحت الصفيحة الأوروبية بتتحرك في اتجاه الشمال. أنا جايب برضو خرائط هنا لو يقدر يبينها لنا عشان توضح الصورة. يا ريت يا جماعة لو في خرائط. الصفيحة العربية السعودية ودول الخليج بتحصل لها دوران في اتجاه الشمال الشرقي. تمام؟ نعم. اتجاه دي بتبين الصفائح التكتونية غير الصفائح الجغرافية. الصفائح الجغرافية ليها تقسيم والصفائح التكتونية الزلزالية ليها تقسيم. فنيجي نبص للخريطة هنلاقي ان الصفيحة الافريقية اللي احنا فيها مصر في الشمال، السهم الاحمر ان الصفيحة الافريقية بتغوص تحت الصفيحة الاوروبية وبيخبطوا في بعض، خبط طبعا بيبقى قوي جدا وبيكون ما يسمى بالهيلينيك ارك، القوس الهيليني. القوس الهيليني نتيجة اصطدام الصفيحة الافريقية بالصفيحة الاوروبية، وبينتج عنه زلازل برضو كبيرة جدا جدا بتأثر على السواحل الشمالية لمصر. لما نيجي نشوف الصفيحة العربية السعودية ودول الخليج هنلاقيها الأسهم بتروح في اتجاه الشمال الشرقي. فبتقبط في إيران وفي تركيا في الشمال، هتلاقي عند الصفيحة التركية اللي هي فوق السهم الأحمر دول فوق السعودية شمال السعودية بتقبط فيها. فالصفيحة التركية فيها خبط من ناحية مصر من ناحية اتجاه الصفيحة الأفريقية، والشمال الشرقي من ناحية الصفيحة العربية، والأناطوليا برضو الأناضول لو حصل فيها الزلازل، فهي منطقة صدام مستمر مع الصفائح اللي حواليها. هذا الصدام أو الاصطدام أو الارتطام بينشأ عنه الزلازل اللي بتحصل دايما في تركيا. فده بشكل عام أسباب حدوث الزلازل في المنطقة. البحر الأحمر عندنا
في انفتاح. البحر حصل ان سبب الانفتاح ان الانفتاح في الشمال بيختلف عن الجنوب، لان الجنوب اسرع شويه في السرعه. فبيجي سبب الانفتاح في البحر الاحمر ان في المواد المنصهره دي بيحصل لها زي ما يسمى بتيارات الحمل. بتفضل طبعا بتتحرك بحركه راسيه بهذا الشكل، وكل ما بتطلع فوق درجه الحراره بتاعتها بتقل، بتتحول لحركه افقيه. الحركه الافقيه دي بتعمل انفتاح في البحر الاحمر بيحصل عنه زلازل. فكل منطقه او كل صفيحه تكتونيه ليها خصائصها المنفصله عن الثانيه. احنا افريقيا ليها خصائص معينه مختلفه، مصادرها الزلزاليه معروفه. الاوروبيه والاوروسيه دي ليها نظام لوحده وليها خصائص لوحدها. فده السبب في ان تركيا دايما بتعاني من حدوث زلازل. طب انا عايز اسال، ايه الفرق بين الزلزال ده والزلزال 2004 بتاع اندونيسيا وباكستان؟ الزلزال بتاع ده اولا حصل في الارض بتاع تركيا وسوريا على الحدود التركيه السوريه، تمام؟ اللي حصل في 2004 بين اندونيسيا حصل في في المحيط. نعم. عشان يحصل تسونامي برضو، عشان كلهم كانوا متخوفين من حدوث تسونامي في بسبب الزلزال ده. صعب انه يحصل. بيتقال ان مصر معرضه للتسونامي. مصر معرضه لزلازل اللي بتيجي من القوس الهليدي في البحر المتوسط. لكن مش من ده. هو كان اولى يتعمل في بحر ايجا وفي الجزر اللي هناك كان يحصل فيها تسونامي. زي ما بقول لحضرتك ان في اماكن في تركيا لم تتاثر بالزلزال. فمش هياثر عندنا احنا على 1000 كيلو ولا 900 كيلو. فاندونيسيا لما حصل الزلزال ده حصل لازم شروط معينه عشان يحصل تسونامي. ايه هي الشروط المحيله دي؟ ان في البحار المفتوحه والمحيطات المفتوحه عشان يبقى كميه الميه كبيره جدا ويكون ذات عمق كبير. لو ضحل بيحصل تسونامي خفيف. لكن لو الميه حجمها عمقها كبير ويحصل صدع مزق في الصخور بشكل كبير، يحصل ازاحه راسيه، الميه بتندفع بسرعه 800 كيلو متر في الساعه. توصل للشواطئ. الشواطئ العمق البحار بتبقى عميقه، وكل ما تطلع لفوق بيحصل بيبقى فيها ميول. فلما توصل على الشاطئ بيبقى مايل، تروح ضربه في السطح تطلع فوق امطار تعمل الموجات التسونامي المدمره دي. توصل 3 4 7 8 امطار حسب الدفاع، وبتغرق بتدمر كل اللي حواليه. حصل جزر بالكامل في اندونيسيا اختفت واتدمرت. صحيح. وبيطلع جزر جديده. نشأت. صحيح. وبتطلع جزر جديد. الحال هنا عندنا المشكله في زلازل تركيا وسوريا ان الزلزال ضحل جدا عمقه 17 18 كيلو، وطاقه رهيبه طالعه. فبيطلع ترددات عاليه جدا 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 هي اللي اثرت على المنشات والمباني، بالاضافه الى نوعيه المباني اللي موجوده غير مقاومه للزلازل، كلها مباني قديمه زي ما شفناها بتنزل الرمل خالص. فده من العوامل اللي ادت الى زياده نسبه الوفيات والخسائر بشكل كبير جدا يعني. طب دكتور، لماذا لا يتم التنبؤ بالزلازل؟ ليه ما بيتمش التنبؤ بيها؟ ما زي ما قلت لحضرتك يعني احنا كمتخصصين، انا من هنا بقول ما فيش تقصير من ناحيه الباحثين وعلماء الزلازل، لان انت بتتعامل مع شيء مخفي ما انتش عارف هيجي ازاي. الزلازل ليها نماذج كثيره جدا او انماط بتحصل عليها. يا اما ان يبدا زلازل اول ما يبدا الطاقه الزلزال الفارق يبدا يتاثر بالضغوط اللي واقع عليه يبدا يطلع زلازل صغيره جدا في الاول. فبنسميها الايه بيفور، يعني بتحصل قبل حدوث الزلزال الكبير. وبعدين يحصل الزلزال الكبير وبعدين يحصل توابع. ده نمط. في بنستنى في نمط تاني بتبدا الهزه الرئيسيه مره واحده كبيره وبعدين يحصل التوابع بعديها. النمط الثالث ما بيحصلش هزه كبيره معينه اللي هو اللي بيسموها الحشود الزلزاليه. الحشود الزلزاليه دي بيبدا الزلازل النشاط الزلزالي يزيد لما يوصل للقمه، وبعدين يبدا يحصل يقل ويجي تاني، فانت مش عارف هيجي ازاي. الحاجه الثانيه انه لما بيحصل على يعني مصدر زلزالي لو هو ثابت في حدوث الزلازل على اعماق معينه، هقدر ان انا الى حد كبير اقدر يعني اعمل الجين بتاعه ايه واقدر اعرف قبلها بشويه. لكن مره بيحصل على عمق 10 كيلو وفي نفس المصدر يحصل على 20 كيلو وممكن يوصل على 80 كيلو و100 كيلو، فانت مش عارف هو جاي منين. وبعدين دايما انا بقول ان المتخصصين الشغالين في الزلازل دول اطباء الارض،
انا لو راجل مريض وبروح للدكتور بقول له في الاول انا عندي اعراض كذا، عندي مغص، عندي كحه، عندي حراره، والدكتور بناء عليه بيقدر يوصف لي ايه المطلوب. احنا بنكلم الارض واحنا اللي بنجاوب ما بتردش، لكن نقدر نعمل اشعه وبنصورها زي ما بقول لحضرتك لمركز القرى الارضيه نص القطر كله اللي هو 6371 كيلو، بنصورها وشايفين كل حاجه وشايفين ايه اللي موجود تحت. بس ايه اللي هيحصل؟ شيء صعب شويه. وبعدين حصل كتير في دول، انا كنت في اليابان، اليابان صرفت مليارات عشان موضوع التنبؤ بالزلازل، لان اليابان طول ما انت قاعد في مرجح بسبب حدوث الزلازل رهيبه، بس نسبه الوفيات قليله. ليه؟ امكانيات اقتصاديه كويسه، بيعملوا مباني على سست، المباني الذكيه، كل مبنى عالي يشوفوا وزنه قد ايه، يجيبوا السست كبيره جدا الجايات دي ويحطوها متقاطعه فوق بعضها، بحيث لو هزه جت من الناحيه دي تمتص الهزه اللي جايه، القوه كلها تمتصها وترجع كما كانت، والمبنى زي ما هو ما بيتحركش. لو جت من الاتجاه العكسي نفس الكلام. تمام؟ فالتنبؤ بالزلازل صعوبته تكمن في ان انت مش عارف الزلزال انا عارفين هو هيجي منين. زي ما احنا قلت لحضرتك احنا عندنا المصادر في العالم كلها معروف مصادر الزلازل. وممكن نحدد القوه بتاعت الزلزال، لكن هو المشكلة في التايمينج. امتى؟ العالم الفلك الهولندي كنت عايز اسال على العالم ازاي تنبأ؟ هو عنده ظواهر شواهد وقد تحدث وقد لا تحدث، لكنه بالتحديد هو قال لك في خلال الفترة اللي جاية امتى؟ وده اللي يهمني، التايم هو اللي يهمني. ليه؟ لأن الزلزال في ثواني بيدمر. هو هيحصل، انتهت، قضي الامر، ثلاث اربع ثواني تلاقي الدمار اللي احنا شفناه. التنبؤ او التوقع، مش عاوز اقول التنبؤ، التوقع يكون صح لو قال لي هيحصل في خلال ساعتين ثلاثه. احنا بنسعى ونتمنى ان حتى قبليها بدقيقتين ثلاثه يبقى في اي مؤشرات تقول ان في زلزال هيحصل وننبأ. اللي حصل مره واحده في الصين هذا الموضوع. وقال لك تنبؤوا بحدوث زلازل وعملوا اخلاء للمدينه كلها بالكامل وحصل الزلزال فعلا، وساعتها بقت ثوره في عالم الزلازل وعالم التنبؤ. وبداوا حسوا ان خلاص موضوع التنبؤ وارد يعني. السنه اللي بعديها شال عليه القدير في نفس المدينه يحصل زلزال ويموت 100,000 او اكثر من 100,000 دون التنبؤ. يبقى هي الامور مش واضحه بشكل يقدر تحدد عليه امتى هيحصل. طيب الحل ايه؟ ان انا الهدف الاساسي من محطات او شبكات الرصد الزلزالي ان انا اقلل من المخاطر. اقلل من الدمار اللي بيحصل ده. بعد دلوقتي التوجهات كلها في دول العالم ما زال الناس بتشتغل على برضه موضوع التنبؤ وبيعملوا اقصى ما عندهم. اللي هو نظام اجهزه الايرل وورنينج سيستم اللي هو موضوع الانذار المبكر للزلازل. ده يتحط في الحاجات الاستراتيجيه المهمه جدا، المشروعات زي مثلا المفاعل النووي، ابار البترول، بحيث ان هو مجرد ما توصل للموجه الزلزاليه يعمل شات داون اوتوماتيك لجميع انواع الفاسيلتيز الموجود. كله يروح شات داون، كله يقف عن التشغيل عشان الحرائق وعلشان الحاجات دي كلها. فمصر دلوقتي بنفكر في مشروع كبير ان احنا نعمل نظام الانذار المبكر للزلازل دون علشان يفيدنا شويه في حتى لو وقت نعمل اخلاء في اسرع وقت ممكن يحصل. طب دكتور، اذا كنا بنقول ما فيش احتمال يحصل تسونامي جديد في المنطقه الشرق الاوسط نتيجه او كاثر من اثار الزلازل التركيه، بماذا تعلل الهبوط الارضي في مناطق في الاسكندريه؟ ده برضه وللاسف يعني حقيقي يعني ان اي ظاهره بتحصل حاليا بتربطها بموضوع تركيا. يعني موضوع اسكندريه والسور اللي هو اتحرك ده هبوط ارض طبيعي بيحصل في اي وقت في هذا الوقت ازاي؟ ما هي بس التوقيت اللي عشان في حصل في وقت الزلزال فبتربطه بالزلزال على طول. لكن في كتير جدا اماكن بيحصل فيها هبوط في الطرق، الاسفلت كله بيتكسر وبينزل نتيجه ان في مياه جوفيه في اسكندريه بالذات عشان الشواطئ، الميه بتتسرب للشواطئ بتطلع بره في الارض وبتتشبع بيها، وفجاه بيحصل موضوع الانهيار ده. ده وارد يحصل في اي وقت وفي اي من غير زلازل ولا اي حاجه. زلزال تركيا وسوريا تاثيره لا يتعدى الاحساس بالهزه. زي ما قلت لحضرتك، اذا كان هو في وسط البلد زي دي كده وحصل هنا وما حصل ما اثرش هنا، يبقى هياثر عندي على بعد 1000 كيلو او 900 كيلو. هو الاحساس لا اوكي، لكن الموضوع انه يعمل اي تاثير تدميري
أعتقد صعب جدا يعني. طيب ماذا عن شروخ الصفيحة الإفريقية وتأثيرها من ناحية الشرق على البحر الأحمر؟ بمعنى في شروخ في الصفيحة الإفريقية، تأثيرات ده على البحر الأحمر. حضرتك زي ما بنزل جه في القرآن والأرض ذات الصدى، ده صفة من صفات الأرض، مليانة صدوع ومليانة التشققات دي. تمام حضرتك، التشققات دي مع مرور الوقت بيبقى الصخور اللي موجودة بيبقى عليها ضغوط كبيرة جدا بسبب حركة الصفيحة الأفريقية، بسبب الحمل بتاع القشرة الأرضية، الصخور الرهيبة دي أحمال موجودة، كل دي بتأثر وبتعمل ضغوط عالية جدا على الفوالق الموجودة دي والصدوع الموجودة دي، إلى أن يجي الوقت اللي الصخور دي لا تتحمل أكتر ضغوط أكتر من كده. فبيحصل عملية الزلازل في البحر الأحمر على الشاطئ في السعودية. أنا كنت شغال في السعودية، في زلازل كتير مع البراكين اللي موجودة بتعمل على طول زلازل بشكل مستمر. وده لحضرتك، لكن كتأثير مباشر على البحر الأحمر، البحر الأحمر طبيعي في الانفتاح العادي بيتحرك طبيعي، الانفتاح بيحصل ما فيش فيه أي مشاكل خالص يعني. بمناسبة حديثك عن البراكين في المملكة أو في غيرها، هل ممكن نشهد يعني انفجار للبراكين في هذه المنطقة؟ هو البراكين بتيجي برضه، سؤال ممتاز حضرتك، ان في اثيوبيا واريتريا خزان بركاني كبير جدا اسمه عفار، واخد بال حضرتك، في الجنوب الشرقي. هذا الخزان الكبير بيطلع منه المواد المنصهره دي بشكل كبير جدا، وبتطلع في اتجاه السعوديه، وبتخليه هي القوه الاساسيه في دوران السعوديه في اتجاه الشمال الشرقي. فكل بتسحب معاها بقى البراكين دي كلها بتخش على غرب السعوديه، في مليانه مناطق بركانيه. تمام، احنا بيبقى عندنا جزء بسيط بيتحركوا فيه، يعني منطقه اسمها منطقه ابو دباب، دي بيبقى فيها برضه نشاط بركاني ولكن ما بيطلعش للسطح. فهو السبب الاساسي في ان في السعوديه هي الدوران في الاتجاه الشمال الشرقي بسبب القوه الدافعه للمواد البركانيه دي، فتتحرك كلها في اتجاه السعوديه وبعيد عن مصر يعني. نعم. طيب ده برضو اذا كنت بتقول انه النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا ملهوش علاقه بتسونامي او غيره، لكن هل مصر ممكن معرضه لان تشهد زلازل قويه في الفتره المقبله؟ برضه بعيدا عن زلزال تركيا. نعم. عشان ما نربطش الاحداث ببعضها. احنا عندنا في 1992 زلزال دهشور. دهشور. الزلزال برضه كان صغير يعني متوسط القوة يعتبر 5 وشوية، ومع ذلك عمل دمار جامد برضه. العدد الوفيات كان 600 واحد تقريبا. مع دمار برضه المنطقة هناك، كانت المباني كلها تقريبا برضه زي الوضع بتاع شمال سوريا دون، بالطوب واللبن ومعظمها مش مقاومة للزلازل. فلو جه حضرتك ببساطة كده، لو احنا جينا في المنطقة الصحراء الغربية وحصل زلزال 6 أو 7 هيعمل ايه؟ ولا حاجة، منطقة فاضية، مفيش كثافة سكانية، مفيش مباني بالشكل اللي هو يخاف منه. مشكلة احنا في تكدس للسكان على الدلتا بشكل غير عادي. ايوه. تمام؟ الزلازل اللي بتيجي من البحر المتوسط كبيرة 6، وبتأثر على السواحل الشمالية لمصر، اسكندرية وانت ماشي وعند مطروح زلازل كتير بتحصل جدا. الزلازل دي مشكلتها ان هي لما بتيجي على التربة الطينية بتاع الدلتا بتكبرها، التربة الطينية بتعمل زي موضوع الجيلي، لو طبق جيلي كده وخبطته بايدك بصبعك كده تلاقي الجيلي بيتحرك حركة سريعة جدا. لو عملت برضو فيه اسمنت وصبيت وعملت الاسمنت وخبطت فيه مش بتحرك، كتلة مش هتتحرك. التربة الطينية بتعمل على تكبير الموجات اللي بتجيلها من جنوب البحر المتوسط. أيوة. وبتأثر على الدلتا بشكل كبير جدا جدا. ده مصدر معروف بالنسبة لنا وما فيش فيه مشكلة. نيجي على خليج السويس وخليج العقبة. خليج العقبة حصل فيه زلزال كبير في 1995 في نوفمبر يوم 22، وفي ناس توفت وفي دمار لبعض المباني الكبيرة جدا جدا. جنوب أسوان، جنوب مصر، في منطقة أسوان، نتيجة وجود البحيرة السد العالي، وجود فوالق موجودة برضه في نفس الوقت. البحيرة فيها أحمال كتيرة جدا من المياه موجودة، حجم مية كبير جدا، وبيحصل تفريغ وملء وتفريغ وملء
التفريغ الملئي ده بيغير الضغوط الموجودة في المنطقة. بالإضافة إلى تسرب المياه بين الصخور بينها وبين بعضها. فبيعمل زي بيسموه انزلاق للصخور على بعضها. نتيجة الضغوط دي كلها دايما في عندنا احنا الزلازل التكتونية لما نيجي نقسمها والزلازل المستحسة أو المولدة. الزلازل المولدة دي من المان ميد اكتيفيتيز اللي هو النشاط الإنساني، تفجيرات، السدود، واخد بال حضرتك، الحاجات دي كلها بتولد زلازل بنسميها الزلازل المولدة أو المستحسة نتيجة النشاطات الإنسانية اللي موجودة. بس قوتها ما تخوفش. هو حصل في زلزال زلزال أسوان في كلبشة كان تقريبا 5 وحاجة بسيطة كده، بس برضو ما كانش ليه أثار تدميرية كبيرة جدا يعني. فإحنا مصادر الزلازل عندنا معروفة اللي هو جنوب البحر المتوسط، البحر الأحمر، خليج السويس، خليج العقبة، جنوب مصر. الزلازل بتاعتنا مش قوية الحمد لله، كلها في المتوسط يعني. بس برضو زي ما لو رجعنا للتاريخ الزلزالي، لا كان حصل في مصر زلازل مدمرة. كان في زلازل في 1303 زلزال عمل دمار جامد جدا 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 يعني. فهي العملية برضو في نظرية إعادة ريسايكلينج، يعني بيحصل إعادة الدورة، بتحصل على فترات بعد تفريغ الطاقة دي في الزلازل بيعاد تاني الضغوط الموجودة دي، بتتخزن على الصخور وبيبدا يعيد دوره من جديد ويبدا يحصل زلازل كبيره على بس على فترات كبيره جدا. هل ممكن يا دكتور اصطناع الزلازل؟ اصطناع الزلازل والله هو كان جت فتره من الفترات قال لك ان الحرب البيولوجيه بقى يعني بعيد بقى عن المواجهات العسكريه، في الحروب البيولوجيه، الحروب اللي هي النوويه، يفجروا حاجات معينه، يعملوا تفريغ للطاقه، كل الحاجات دي. بس ما فيش حد بيعمل لحد الوقت، ما فيش حاجه اتعملت بهذا الشكل. لكن في تفجيرات نوويه، في تفجيرات نوويه بتعمل خلخله في صخور القشره الارضيه، ممكن تسبب زلازل للصواعد، تعمل لها اعاده تنشيط للصدوع اللي موجوده. اعاده التنشيط دي بيبقى نتيجه الخلخله اللي بتحصل وتزويد الضغوط عليها فيحصل زلازل. بس برضه بتبقى قوتها غير الزلازل اللي هي التكتونيه، اللي احنا حركه الصفائح والاصطدام اصطدام الصخور ببعضها والكتل الكبيره دي هي اللي بتعمل الزلازل المدمره زي اللي بيحصل في تركيا وسوريا. دكتور، ماذا عن التصريحات والمعلومات التي تتنبأ بغرق الاسكندريه والدلتا؟ ما هو برضه لان الاسكندريه والدلتا زي ما قلت لحضرتك بتعاني من الزلازل اللي بتحصل في القوس الهيليني اللي موجود في جنوب البحر المتوسط، وحصل تسونامي كتير قبل كده ووصل الإسكندرية واثر على مباني كتير جدا في اسكندريه. ده وارد في حدوث زلازل كبيره. والدوله بدات مشكوره يعني في الاونه الاخيره بتفكر انها تعمل حوائط صد للموجات التسونامي اللي لو جت وحصلت يبقى نصدها ونمنع من القوه نقلل من القوه بتاعتها. ففي تفكير دلوقتي ان احنا بيعملوا كل الشاطئ بيحاولوا يعملوا اعاده ترميم ليه ويعملوا مصدات للمياه اللي لو جت عن طريق التسونامي. ولكن دي بقول لك بيتطلب شروط معينه عشان تحصل، ان يكون زلزال قوي في وسط البحر وعميق، ما يكون عميقه بيحصل هذا الكلام. طيب، معانا على الهاتف الدكتور زكريا هميمي، استاذ الجيولوجيا بجامعه بنها ورئيس اللجنة العلمية الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي. مساء الخير يا دكتور. يعني طبعا يعني السؤال المطروح والذي يطرحه كل المصريين الآن، ويمكن الدكتور صلاح الحديدي أجاب على بعض الأطروحات اللي بتعج بها الشارع المصري الآن، هل نحن بالفعل في الفترة المقبلة مقبلون على زلازل صاخبة كما رأينا، وأن مصر يمكن أن تكون ضمن حزام الزلازل؟ في البداية برحب بحضرتك دكتور مصطفى بيه، وبشكر حضرتك على المداخلة القيمة. حضرتك من الأعلام اللي بيهتموا بهذه القضايا العلمية والقضايا السياسية في مصر الحبيبة، وبشكر كمان الصديق العزيز الأستاذ الدكتور صلاح الحديدي. شكرا دكتور زكريا، ربنا يبارك فيك. واحد من المتخصصين في مجال الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. دكتور زكريا عايش السعودية كان معنا في يعني بشكر حضرتك برضو على إلقاء الضوء على قضية مهمة
لأن الحقيقة اللي احنا شفناها في زلزال تركيا بيدعو الناس للتساؤل، ومن حق الناس ان هي تتساءل هل مصر دخلت حزام الزلازل زي ما بنسمع ولا ما دخلتش. بحب أكد بس ان الحزام الزلزالي العالمي معروف، وكلنا كعلميين ومتخصصين في مجالات الجيولوجيا وفي الزلازل وغيرها نعرف ان الحزام الزلزالي العالمي بيرتبط بمنتصفات البحار والمحيطات في اماكن بنسميها spreading centers او اماكن الانتشار. يعني ايه اماكن الانتشار؟ يعني الاماكن اللي بيطلع فيها صهير يبدأ يخليلي بعض البحار زي البحر الاحمر يبدأ يتسع ويجي في قابل الايام يبقى محيط. يعني البحر الاحمر لو احنا بصنا له كان بدايته كانت من 30 مليون سنة. الارقام دي ما بتتحطش اعتباطا سيادتك، وانما ارقام ديتد ومبنية على اسس علمية صحيحة، ومعدل انتشار او انفتاح البحار زي البحر الاحمر بتبقى محسوبة باجزاء من الملي باجهزة، يعني الاجهزة بعضها بيبقى في الارض وبعضها بيبقى موجود على منصات فضائية. بتقدر هذه اللي هي الأجهزة اللي هي very high or very sophisticated equipments معينة، أجهزة عالية الدقة وعالية التعقيد، إن هي تحسب معدلات الانتشار بأجزاء من الملي. فبالتالي والانتشار بيحصل ليه؟ لأن في صهير بيطلع عند منتصفات البحار وبعض البحار والمحيطات وبعدين يبدأ يتصلب ويتزحزح. من هنا دايما المقولة ان الزلازل بتعزف على انغام اللي هي البراكين. يعني دايما هناك الحزام البركاني العالمي برضو بيبقى مرتبط بحزام زلزالي. برضو في بعض البحار والمحيطات الكبرى زي الباسيفيك، زي المحيط الهادي اللي دايما انا بقول ان هو اسم على غير مسمى. ليه اسم على غير مسمى؟ هو احنا بنسميه المحيط الهادي مع ان اكتر من 90% من الحزام البركاني النشط مرتبط بما يعرف بحلقة النار اللي هي بتغلف المحيط الهادي. وبرضو 80% من الحزام الزلزالي مرتبط بالباسيفيك، وعشان كده او المحيط الهادي، عشان كده لما بيحصل الزلزال بيبقى الزلزال ده بيعقبه امواج مد او تسونامي عنيفة جدا بتوصل في الارتفاع الى 30 او 40 متر، وبتكون حركتها وانتشارها بسرعة تعادل سرعة الطيران من 800 ل 850 كيلومتر. عشان كده السؤال اللي كان بيطرح، هل بعد زلزال تركيا ممكن يحصل تسونامي؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن عندنا البحر المتوسط اللي هو الميديترينيان اللي بيمثل المرحلة الأخيرة من محيط عملاق. هذا المحيط كان بيعرف باسم البحر التيثي أو المحيط التيثي، ودي معناها الجود اوف اوشن، أو بيعتبروه كان الحط المسمى كان بيسميه والعياذ بالله إله المحيطات، كان بيفصل كتلة قارية كبيرة جدا اسمها جوندوانا عن كتلة قارية كبيرة جدا اسمها الأوراشيا في الشمال. وبعدين بدأ ينحصر المحيط التيثي، فتكونت سلسلة جبال زاجروس، وبدأ يتشكل الخليج العربي، لأن حتى الخليج العربي في مستقبل أو في قابل الأيام هيتقفل تماما ويصبح سلسلة جبال شبيهة بسلسلة جبال بيتلس زاجروس الشهيرة اللي هي برضو مرتبط بيها بعض التراكيب الجيولوجية. لو احنا بصينا للزلزال اللي حصل الأخير في تركيا، الحقيقة احنا عندنا كتلة صخرية كبيرة جدا، ولما بنقول كتلة سمكها بيصل من 100 إلى 150 كيلومتر، بنسميها الأريبيان سب بليت، اللويحة العربية. واللويحة العربية دي بتغطي شبه الجزيرة العربية بالكامل، محدودة في الغرب بالبحر الأحمر، وبتبدأ دي تتحرك في اتجاه الشمال، في حركة محسوبة في اتجاه الشمال. عشان كده لو بصينا على خليج العقبة ونظام يعني نظام صدوع البحر الميت، البحر الميت اللي كان اسمه بحر أو بحيرة لوط قديما، عليه دايما حركة بتؤكد ان في حركة يسارية على خليج العقبة
والديد سي ترانسفورم سيستم ده او اللي بنسميها صدوع خليج العقبة البحر الميت نتيجة لحركة اللويحة العربية في اتجاه الشمال. نيجي في الناحية الاخرى هلاحظ ان في لويحة صغيرة جدا اسمها لويحة الاناضول. دي محشورة سكويزد او محشورة ما بين حركة اللويحة العربية في اتجاه الشمال وكتلة قارية كبيرة جدا اسمها اوراشيان بليت او اللوح الاوروبي الاسيوي. فنتيجة لحركة اللويحة العربية في اتجاه الشمال وضغطها على اللوح الاوروبي الاسيوي بنلاحظ انه لويحة الاناضول دي هتبدأ تتحرك في اتجاه اللي هو الغرب. من هنا لقينا ان في البداية اول ما حصل المين شوك او الهزة الزلزالية الاولى اللي هي كانت 7.8 على مقياس ريختر. وانا هنا برضو بأكد حضرتك ان مقياس ريختر ده مقياس كمي بيعبر عن مقدار الطاقة او الاستريسز او الاجهادات المنبعثة من نتيجة لحركة الكتل الارضية وانزلاقها بالنسبة لبعضها البعض. فريختر ده عالم من العلماء، عالم زلازل امريكي، حط المقياس ده من 0 إلى 10 وبالتالي بيعتمد زي ما بقول مقياس كوانتيتيتيف او مقياس كمي بيعبر عن مقدار الطاقة. في مقياس اخر بيعبر عن تأثير التدميري للزلزال اسمه مقياس ميركالي. فممكن زلزال يبقى زلزال قوته وليكن 4 أو 5 بس يحصل في بحر أو في محيط بعيد عن العمران فيبقى أثر التدميري قليل جدا. إنما ممكن زلزال برضو بنفس القوة يحصل في منطقة over populated أو مأهولة بالسكان وبالتالي يكون ليه أثر تدميري شديد. للأسف اللي حصل في زلزال تركيا المين شوك حصلت في مكان، المكان ده مأهول تماما بالسكان. بعدها بفترة معينة نتيجة للانزلاق وحركة اللي هي اللويحة الأناضول، يعني أنا كان نفسي يبقى قدام سيادتك خريطة انزلاق يعني لويحة الأناضول في اتجاه الغرب، لقينا مباشرة ككونسيكونس ليها أو كرد فعل ليها حصل على صدع شمال الأناضول، لقينا الهزة الثانية اللي هي كانت 7.5 تقريبا أو 7.6. فالهزتين كانوا مرتبطين ببعضهم البعض. السبب كله زي ما بقول لحضرتك إنه الكتلة الصخرية الكبرى اللي هي موجودة عليها تركيا اللي اسمها لويحة الأناضول سكويز أو محشورة ما بين حركة اللويحة العربية في اتجاه الشمال واللوح اللي هو الأوروبي الآسيوي. وبالتالي المنطقة دي معروفة. السؤال بقى حضرتك، هل مصر دخلت حزام الزلازل؟ الإجابة إن حزام الزلازل ما هواش اتفاقية دولية بإمكان أي دولة إن هي تخش فيها أو تطلع منها. ده حزام معروف عالميا ومحدد بمنتصفات البحار والمحيطات. يعني احنا نعرف ان البحر الاحمر زي ما بقول لحضرتك منتصف البحر الاحمر كسبريدنج سنتر عليه زلازل، بس هل الزلازل دي من الخطورة بمكان؟ لا، بعض في بعض الحتت اللي هي يعني شفنا في مرة من المرات في جزيرة شدوان او غيرها، انما تأثيره على داخل المناطق المأهولة في مصرنا الحبيبة بعيد تماما. وبالتالي ياريت الناس تطمئن إن احنا بمنأى تماما عن الأحزمة الزلزالية، ودي نعمة من رب العالمين على بالله هذه البلد اللي ربنا حفظها سبحانه وتعالى. شكرا دكتور زكريا هميمي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها. قبل أن نعود للدكتور صلاح الحديدي معنا الدكتور عبد العال عطية أستاذ الجيولوجيا ببني سويف. دكتور أهلا وسهلا معنا طبعا دكتور صلاح الحديدي، وبنتكلم الحقيقة على توقعات المرحلة المقبلة في ضوء المعلومات المتناثرة عن انه المنطقة ممكن تتعرض لتسونامي، ممكن يتعرض لزلازل كبيرة في المنطقة ومن بينها مصر. مساء الخير يا استاذ مصطفى. يعني حضرتك انا يعني
داخل معاكم في حديث فيه الاستاذ الدكتور صلاح الحديدي، وده يعني علم من اعلام الشبكه القوميه للزلازل. ربنا يبارك فيك يا دكتور عبد العال. الله يخليك يا دكتور صلاح. والدكتور زكريا هميمي استاذنا وحبيبنا واخونا، يعني يمكن انا سمعت جانب من اللي قاله الدكتور زكريا هميمي، يعني شرح مستفيض جدا 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 بطريقه جميله جدا. نعم. احنا يعني الحمد لله احنا ما عندناش، مش داخل الحزام، انما ممكن نتاثر بالزلازل الجانبيه او الاثار الجانبيه ليها. يعني المناطق البؤره الزلازل اللي عندنا، بعض المناطق الصغيره الملتهبه اللي ممكن تقدر يعني نقول ايه تعمل هزات بسيطه. زي ما قال الدكتور زكريا، في عندنا جبل اطرالي، في عندنا الشدوان، في عندنا منطقه كلبشه، انما ما هياش اللي هي المناطق اللي هي ذات الخطوره الداهمه، زي مثلا نتائج اصطدام الصفائح القاريه ببعضها. لا احنا بعيد عن الكلام ده كله. فالحمد لله وربنا يجيب الخير يعني ويبعد عننا الشر يا رب. شكرا لك يا دكتور عبد العالي عطيه استاذ الجيولوجيا بني سيف. دكتور صلاح اعود اليك مره اخرى واسالك، رغم انه الزلازل ليست بجديده، ولكن تشعر ان هناك حركه ارتباك في يعني اخراج الاحياء من تحت المساكن التي هدمت عليهم، الجثث المتناثره. احنا النهارده لينا كذا يوم ومش قادرين نتحرك بالشكل الذي ينقذ اكبر عدد من الناس. خليني اقول نقص الثقافه والتوعيه عامل مؤثر جدا 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 في المواضيع دي. بمعنى انا لما كنت قاعد في اليابان كانوا بيعملوا حاجات خليك انت تستغرب. العالم دي عايشه في كوكب تاني يعني. كان كل 3 شهور او 6 شهور لازم يتعمل تجربه افتراضيه لحدوث زلزال بقوه كذا الساعه كذا. وبعدين بيعملوا كل الاجراءات اللي المفروض تتعمل بدون ما فيش الهواء يعدي منها. عربيات اسعاف، كل الجهات اللي لها علاقه بموضوع الزلازل، الاسعاف، الدفاع المدني، الداخليه، الاتصالات، كل ما تتخيله من اجهزه حكوميه بتكون موجوده في التجربه. وبعدين ياخدوا مصابين وازاي تنزل المصابين، بيان عملي كامل تدريبي لجميع الفئات. وياخدوا ناس كانهم مصابين وياخدوا عربيات الاسعاف ويطلعوا على طرق معينه عشان يوصل اقرب مستشفى. لو الطريق ده حصل فيه تاخير 5 دقائق ياخدوا طريق بديل. يعني تدريب كامل لكافه الشعب ازاي تتعامل مع الزلزال قبل ما يحصل، ما في اجراءات اجرائيه لازم، في حاجات اجرائيه لازم تاخدها قبل الزلزال، اثناء الزلزال، بعد الزلزال. الجزء بتاع التوعيه بيكون قبل الزلزال، في ان كل جهه حكوميه او حتى في مدرسه او في البيت عندك كل واحد يتعمل ليه دور. انت دورك لما يحصل كذا تعمل كذا، انت تقطع الميه، انت تقطع الكهرباء، انت تقطع الغاز، انت تنور، تعمل كذا. تمام. الناس بتبقى مستوعبه وعندها درايه كامله عشان ما يحصلش الهرج والمرج. يعني في زلزال 92 سبب الدمار كان البانيك، كان سببه ايه؟ المدرسين قالوا للطلبه ما حدش يتحرك وما تعملوش، ونطوا من الشبابيك. نطوا وسابوا الطلبه قاعدين. تمام. دي مفيش توعيه. انت الراجل المسؤول لازم يبقى ليك دور سليم في توجه وحل التعامل مع المشكله. فالتثقيف والتوعيه من اهم العوامل اللي حضرتك بتقول عليها دي. الانقاذ وعمليه انك انت تقدر تتصرف، تسمع، يقول لك اسمع جميع ما يصدر عن الجهات الحكوميه. وزاره الداخليه بتطلع كل يوم بيان او كل شويه في كذا يا جماعه، ما حدش يتحرك، ما حدش يعمل. التوعيه دي مهمه جدا 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 في تقليل الخسائر. بالاضافه الى ان المفروض في قوانين يسن ان هي اي مستثمر او اي منشاه او اي مبنى لازم يتعمل الدراسات اللي قبل الانشاء. عشان اقول لك انت المفروض هنا مواصفات البناء تبقى ازاي. المنطقه دي فيها زلازل قريبه، خواص الزلازل دي خواص ترددات عاليه، تردداتها منخفضه، القوى اللي ممكن تيجي لك اللي هو تقييم المخاطر الزلزاليه. وده عندنا شغل الحمد لله في المعهد كتير جدا، بقيم الخطوره على المكان ده. مواصفات البناء لازم تحطها كده، كود البناء موجود.
ولكن لا يفعل بشكل كبير. فاحنا لو فعلنا كود البناء المقاوم للزلازل هيبقى النهارده لو انت صرفت في الدراسه اللي هتتعمل لك قبل ما تبني هتكلف 100,000 200,000 300,000، احسن ما تيجي بعد كده لا قدر الله ده كله يقع وتعيد تاني اللي انت عملته وهتقطع برضه. فالتوعيه برضه في هذا المجال مطلوبه وتفعيل القوانين لازم تفعل بشكل كويس جدا يعني. فدي اهم حاجه عشان البنك وعشان حضرتك اللي انت قلت الاسعافات والامكانيات غير كافيه انك انت في ناس قعدت طفل طلع بعد يومين وليد لسه. طب ليه؟ عشان قله الامكانيات، عدم التوعيه، عدم ادراك الناس بالخطوره، كل الناس بتجري وخلاص ما حدش عارف هو بيعمل ايه، الهرج بيحصل من الحته دي يعني. صحيح. اخطر زلزال تعرضت له البشريه يا دكتور؟ والله هو في زلازل، في زلزال حصل في شيلي كان 8.5 تقريبا يعني، ريختر ودمر برضه دمار غير عادي، دمار يعني لو رجعنا للتاريخ الزلزالي على مستوى العالم هتلاقي في زلازل مدمره اكتر من 8 حصلت كتير جدا في شيلي، وفي نيبال حصل زلزال كبير جدا 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 في بتاع 2004 في اندونيسيا كان عدى 8 برضه عمل دمار كبير جدا 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 يعني. فالزلازل دي بتحصل على فترات، المره دي ان هي قريبه من المنطقه بتاعتنا شويه مع زي ما قلت لحضرتك الابنيه كلها غير مقاومه للزلازل، وبالتالي حضرتك لو شفت المباني اللي وقعت انا بستغرب يعني تلاقي المباني كلها مترصة جنب بعض وتلاقي في الوسط مبنيين وقع لوحدهم واللي من الناحيه دي معناه يا دكتور معناه ان التصميم غلط، مواد البناء مش سليمه. خد بال حضرتك المقاولين بيسترخصوا بيقللوا يعني حاجات كتير في النهايه ان ده في مشكله في التصميم البنائي بتاعه. لكن لو اتطبقت في اليابان حضرتك عاملين القانون لو مبنى وقع وفي واحد مات بسبب المبنى ده بيحبسوه على طول. صح، مفيش تفاهم يعني. احنا عندنا تفعيل القوانين مهم في كل حاجه. يعني بهذه الكلمات المهمه التي اكد عليها دكتور صلاح الحديدي، الحقيقه تفعيل القوانين مساله مهمه لتفادي الكثير من يعني القيم المنهاره والارباح السريعه واللا ضمير في بناء المساكن كما حدث بالفعل امثله في تركيا وفي شمال سوريا، كنا بنشوف منازل تسقط ومنازل حولها لا تزال شاهقة. في نهاية هذا الحديث لا يسعني إلا أن أشكر دكتور صلاح الحديدي أو أستاذ زلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية على هذا الإسراء الكبير. شكرا لك يا دكتور. شكرا لحضرتك، وبرضو بتعزينا للشهداء زلزال تركيا وسوريا، وربنا يعافي الناس المصابين اعداد كبيره الاف. نعم. كثيره جدا. نعم. فندعو بالرحمه للشهداء وندعو بالتشافي والعافيه للمصابين ان شاء الله. كل التعزيه للشهداء الذين سقطوا والتشافي لكل من اصيبوا. نلتقي معكم الخميس المقبل باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.